هذا المعرض يندرج في إطار برنامج الغرفة التنسيق مع مديرية السياحة الاحتفالات برأس سنة الأمازيغية 1974. المعرض هذا حبينا يكون متنوع ليعكس تراث الأمازيغ القبائلي اللي يضمن لباس تقليدي قبائلي، الفخار، السلالة، الحلويات التقليدية. رانا نحتفلوا بسنة الأمازيغية الجديدة يناير سنة 1975. لهنا في مشاهدي أول مشاركة لنا في هذه المناسبة في هذا الأوتيل. نتمنى نكونوا ما تكونش الأخيرة، ورانا نتمنى نطوروها بزاف. لهنا حطينا مشاركة قسنطينة في احتفالات يناير، حطينا شوية لي جاتو تراديسيونيل سورتو بيغمون تراديسيونيل. السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم جيت نحتفل بمناسبة يناير بفندق نوبوتر بولاية قسنطينة. درت حلوية تقليدية وعصرية بلمسة أمازيغية. الزرف الأول سبسة مجاز إن شاء الله، كل سبسة بلية بخير وعلى خير. راو الجزائري الكلي، راو تيجي وزود صحاب قسنطينة غير كلي، راو الجزائري كلمة ناس وماتا. عرضنا لنا صحاب الغرفة الصناعة التقليدية، عرضنا لها بالخدم يسن يناير.